আসসালামু আলাইকুম মরহমতুল্লাহি ওবার সম্মানিত শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা আজকের এই ভিডিওতে সুরাতুল মুলুকের আঠারো নম্বর আয়াত থেকে পঁচিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত শব্দে শব্দে ভেঙ্গে ভেঙ্গে শুদ্ধ করে উচ্চারণ শিখব ইনশাআল্লাহ তো ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত না টেনে কোথাও স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন আর যারা আমাদের এই চ্যানেলে নতুন এসেছেন তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দিবেন আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক করে দিন তো চলুন বন্ধুরা আজকের ক্লাস আমরা শুরু করি بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير وَلَقَد كَذَّبَ الَّذِينَ وَلَقَد وَلَقَد كَذَّبَ ال... كَذَّبَ الَّذِينَ ال... الَّذِينَ وَلَقَد كَذَّبَ الَّذِينَ من قبلهم من قبلهم فكيف فكيف كان نكير كان نكير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير اولم يروا الى الطير فوقهم صاف فاتر ويقبض أولم يروا أولم يروا إلى الطير إلى الطير فوقهم فوقهم صاف صافات ويقبض ويقبض أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ مَا يُمْسِكُهُنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إلا الرحمن. ما يمسكهن إلا الرحمن. إنه بكل شيء بصير. إن إنه بكل إنه بكل شيء شيء بصير بصير إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن أمن من هذا أم من هذا الذي الذي أمن من هذا الذي هو جند لكم هو جند لكم Surukum Yansurukum sukum, ming dunia, ming Rahman, Rahman, Am. هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ إِنِ الْكَافِرُونَ إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ إِلَّا فِي غُرُورٍ إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه أم من هذا الذي أم من هذا الذي يرزقكم يرزقكم إن أمسك إن أمسك رزقه. رزقه. أمن أم هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفوه بل لجوا في عتو في عتو ونفور ونفور بل في عتو نفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم افمن يمشي افمن يمشي مكبا مكبا على وجهه على وجهه أهداء أهداء أم من يمشي أم من يمشي سويا سويا على صراط على صراط مُسْتَقِيم. مُسْتَقِيم. أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى من يَمْشِي؟ اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قل هو الذي قل هو الذي أنشأكم أنشأكم وجعل لكم وجعل لكم سمع سمع والأبصار وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَالْأَفْئِدَةَ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قليلا ما تشكرون قليلا ما قليلا ما تشكرون تشكرون قليلا ما تشكرون قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. قُلْ هُوَ الَّذِي قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ وإليه وإليه تحشرون تحشرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون ويقولون متى هذا متى هذا الوعد وعد, وعد

সম্মানিত শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা আমরা এখন সুরাতুল মুলুকের আঠারো থেকে পঁচিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত শুধু রিডিং উচ্চারণ শিখব আপনারাও আমার সঙ্গে বলার জন্য চেষ্টা করুন ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير امن هذا الذي هو جن لكم ينصركم من دون الرحمن. إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي أهدى يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم أنتم صادقين صدق الله العظيم